السنة اللي فاتت 6 مستحضرات جديدة، و 2021 إن شاء الله بنوفر 8 مستحضرات جديدة. فما دل على شيء بدل على إن إحنا دايما بنعمل على توفير أحدث العلاجات للمريض المصري. لو على مستوى البروتوكولات التعاون، إحنا لدينا بروتوكولات تعاون مع مختلف السلطات الصحية. قمنا ببروتوكول تعاون مع وزارة الصحة في وقت جائحة الكورونا على دعم المواطن المصري، وفي نفس الوقت طبعا مجهوداتنا في توفير اللقاح بالتعاون مع جامعة أكسفورد. عندنا بروتوكول تعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لرفع كفاءة الصيادلة والأطباء، وفي نفس الوقت الإكسبانشن الإكسبكتد أو اللي احنا متوقعينه للتأمين الصحي في مصر برؤية 2030. بروتوكول تعاون مع هيئة الشراء الموحد متحدون من أجل الصحة، وكتير من البروتوكولات بتتعامل مع معهد الأورام، مع الجمعية المصرية للقلب، مع مختلف السلطات الصحية. مؤتمر إعلان إن في دواء جديد توافع عليه وزارة الصحة لهبوط عضلة القلب الانبساطية اللي مرض ده توافق عليه في أمريكا FDA ودخل مصر الحمد لله وبسعر مناسب جدا وهيبقى موجود في التأمين الصحي. الفكرة في الموضوع إن إحنا نتكلم إن هبوط عضلة القلب ده مرض مزمن، نسبة وفياته عالية جدا ونسبة وجود عدد الناس اللي في مصر رقمه 1.5 مليون. احنا عملنا دراسه في مصر عن هبوط القلب، في لقينا ان احنا 10 سنين اقل وان نسبه الضغط والشرايين الانتاجيه عاليه فيهم. هذا الدواء بيحسن اعراض المرضى، بيقلل دخول المستشفيات بنسبه 26%، بيقلل نسب الوفيات. فاصبح استخدام هذا الدواء من ساعه تشخيص المريض بقى مهم جدا، اصبح احد المكونات الرئيسيه لينا لعلاج ضعف عضلة القلب، بالإضافة للمجموعة الأدوية الأخرى اللي احنا متعارف عليها. فده بيعتبر حقيقة طفرة وإنجاز كبير في الأدوية الحديثة اللي بيتم عليها دراسات كبيرة زي اللي عرضناها النهارده. ظهور الدواء ده كان ظهور مفاجئ وقوي جدا في السوق، في السوق الطبية المصرية والعالمية، لأن الدواء ده أصلا دواء لعلاج السكر ودواء فعال لعلاج السكر. اكتشف ان هو بيعالج هبوط عضلة القلب، مش بس كده وبيمنع الدخول المتكرر للمستشفى اللي هو بيمثل عبء قوي نفسي وذهني ومادي على المريض القلب. الدواء ده اكتشف انه لما يتاخد سواء لمريض عنده سكر او ما عندوش سكر بيحصل تحسن في الوفيات بنسب تقترب من 20%.